فضيحة دكتور فود وزوجته شروق سانشاين. فيديو لحظة ولادتها ابنهما الأول يظهر أجزاء كبيرة من جسدها. رزق مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي دكتور فود وزوجته شروق سانشاين بابنهما الأول حنا، وتصدرت ترند بعدما قرر جورج ديب المعروف بدكتور فود توثيق لحظات الولادة بفيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعرضه لهجوم. وفي التفاصيل، نشرت شروق على قناتها عبر يوتيوب مقطع فيديو وثقت فيه لحظات الولادة، وظهرت شروق في الفيديو وهي تتحضر للولادة، كما قررت وضع المكياج ثم وثقت كل التفاصيل من أخذ حقنة الطلق الصناعي حتى الولادة. واللافت أن الفيديو وثق لحظات وضع شروق لابنها داخل غرفة العمليات، حيث تقصد إظهار كل المشقة ولحظات الصراخ والبكاء التي مرت خلالها أثناء عمليات الولادة. هذا الفيديو بالرغم من أنه ليس مستغرباً عن دكتور فود وزوجته اللذان ينشران كل تفاصيل حياتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه عرضهما لانتقادات عديدة إذ اعتبره عدد من المتابعين غير لائق. وجاء في تعليقات بعض المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي: شروق فتحت جريها قدام الملايين، وجماعة السؤال ليش نزلت فيديوهات وهي كيف تولد، وتفاعل معها الجمهور بكثافة. كما نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحدث صغيره حنا ويطلعه على قواعد المنزل، إذ حدثه قائلا: أهلا وسهلا فيك بيناتنا، صريخ بالبيت ممنوع، تبكي بالبيت ممنوع. ونشر أيضا عبر خاصية القصص المصورة على حسابه عبر إنستغرام مقطع فيديو قصير أظهر فيه ملابس الصغير وقد كتب عليها: أمي زائد بيي بيساوي أنا.